التهنئة بيوم العيد شيء مستحب إذا أدخل السرور ومن باب القول الحسن للناس لا سيما في يوم العيد، وهو أيضا مشروع. وقد ورد ذلك عن خالد بن معدان رحمه الله أنه لقي واثل بن الأسقع وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فقال له: تقبل الله منا ومنكم. فقال: نعم، تقبل الله منا ومنكم. فهنأه خالد وهنأه واثلة ورد عليه التهنئة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله بالتهنئة يوم العيد قال: لا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم. وقد ورد ذلك أنهم كانوا يهنئون عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور رحمه الله أيضا بيوم العيد، فكان يهنئهم على ذلك، وهذا فيه ألفة ولله الحمد والمنة. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه تهنئة أهل الكتاب فلم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك ضعيف لما فيه من راوي ضعفه أهل العلم، فهذا لا يصح. والصواب أنه يجوز التهنئة بيوم العيد، بل يستحب في ذلك إذا كان فيه ألفة بين المسلمين وزيادة الود التي تكون بينهم، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.